لكن رح ننتقل لزميلتنا سلمى عودة المتواجدة في ساحة الأمويين ضمن حملة نظافة أكيد برعاية محافظة دمشق. تفاصيلنا معك يا سلمى، يسعد صباحك. صباح الخير إليك سالي، وصباح الخير لميسان ولضيوفك ولبرنامج صباحنا غير على الإخبارية السورية. مثل ما قلتي سالي، نحن متواجدين اليوم بساحة الأمويين. طبعا كل سوريا عمت فيها الأفراح بعد إنجاز الاستحقاق الدستوري وانتصار القرار الشعبي وفوز الدكتور بشار الأسد. محافظة دمشق بدأت حملة اليوم شعارها الأمل بالعمل من خلال احتفالها بعمل تطوعي بجميع شوارع المحافظة. نحن موجودين بساحة الأمويين، رح نطلعكم على بعض تفاصيل هي الحملة. أكيد معي الأستاذ سومر وهو مدير الحدائق في محافظة دمشق. صباح الخير ويعطيكم العافية. يا أهلا، الله يعافيك يا رب. خلينا بالبداية نتعرف على حملة اليوم تفاصيل أكثر. نحن اليوم عمال وموظفين محافظة دمشق عم نعيش فرحة نصر، نصر شعبنا وإرادته القوية. لذلك نزلنا كموظفين وعمال بعمل طوعي تجسيدا لشعار حملة السيد الرئيس الأمل بالعمل. نعم. ومثل ما انك شايفه نحن اليوم كمديريه حدائق نزلت ورشنا بهذا العمل الطوعي على ساحه الامويين اللي هي رمز لكل الشعب السوري، وعم نقوم باعاده بزراعتها باستبدال الحوليات المزهرات اللي موجوده فيها لحتى نظهرها بابهى حلي تليق بهذه المدينه الجميله. أستاذ، يعني اليوم عم بنشوف طبعا هذا العمل انطلق، وحاليا يمكن بوقت ما نحن هلا عم نتحدث رح تنطلق آليات محافظة دمشق من المرآب الأساسي لتتوجه لعدة عقد ومحاور في المدينة. يعني هذا العمل اليوم قديش حبيتوا يكون الفرحة الخاصة فيكم تعبروا فيها كعمال اليوم من خلال العمل؟ نحن كعمال وموظفين في هذه المحافظة نحن منعبر عن فرحتنا بالعمل، أبد بالعمل بالإنتاج بالزراعة، هاي فرحتنا وهذا تجسيدنا لشعار حملة السيد الرئيس. لذلك كل ورش، أغلب الورش في محافظة دمشق سواء كانت ورش مديرية النظافة أو ورش مديرية الصيانة، الإنارة، هندسة الطرق، دوائر الخدمات، اليوم نزلت بهذا العمل الطوعي على شوارع وساحات مدينة دمشق لحتى تعبر عن فرحتها وعن تجسيدها لهذا الشعار بشكل عملي. يعني خلينا نشوف اليوم قديش عدد العمال المتواجدين معنا بالساحة، لقديه رح يستمر العمل، حجم العمل اللي رح يتم إنجاز. هلا نحن اليوم في هون عدد من العمال هو عمال الزراعة، تمام، بس في عمال بالجهة الثانية عم تروح عم تجيب زرع. في عندنا مشاتل، نحن مشاتل تابعة لمحافظة دمشق بنقوم بزراعة الشتول فيها وإنتاجها، وبعدين بس صارت جاهزه بناخذها بنزرعها بالساحات العامه والحدائق ايضا. هون في عدد من العمال تقريبا 25 عامل، في بالمقابل في عدد من العمال اتجهت باتجاه المشتل تجيب الزرع، في عمال عم تقوم بعمليه رش المبيدات، عمال عم تقوم بعمليه القص، في عمال عم تقوم بعمليه تقديم الاشجار، في عمال عم تقوم بعمال تنظيف الحدائق، بس ورش السقاي، اعاده تاهيل، اعاده صياني. بشكل عام يعني هي جزء من ورشنا هي كحدائق، اما باقي المديريات عندها ورش متنوعه، وكذلك الامر اليوم كله اغلبها نزل على الساحات العامه وعلى الشوارع لقيام بهذا العمل الطوعي اللي مثل ما حكينا هو تجسيدا لهذا الشعار اللي انتخبوا غالبيه الشعب السوري وايدوا غالبيه الشعب السوري وعملوا الافراح، اقاموا الافراح بانتصار هذا الشعار. وان شاء الله نحن منكون عند حسن ظن شعبنا وقيادتنا نحن. اكيد يعطيكم العافيه. الله يعافيك، شكرا لك. بكمل مع اكيد الصوره، يعني مثل ما عم نشوف صبايا حاليا تجري اعمال الزراعه في ساحه الامويين، وبهذا الوقت رح يكون انطلقت الاليات بعده محاور منها العقده الخاصه تحت المحلق الجنوبي وصولا الى مجمع 8 آذار، وتتضمن اعمال مديريه النظافه. اما المحور الثالث فهو كتف نهر
النهر المالكي حتى ساحة الفاتيكان اللي بتتضمن أعمال النظافة بالإضافة إلى رش المبيدات الحشرية. المحور الرابع هو اللي نحن متواجدين فيه، ساحة الأمويين ودوار برنية الحلموني، وتتضمن أعمال الحدائق. المحور الخامس رح يكون بفرع نهر بردة بالقرب من أفران ابن العميد، تضمن تنظيف النهر من قبل ورشات طبعا تعزيل الأنهر بمديرية الصيانة، إضافة إلى ورشات متفرقة من كافة المديريات بالخدمات بمحافظة دمشق. يعني هذا جدول عمل اليوم اللي رح تكون فيه حملة طبعا الخدمات من محافظة دمشق بعدة شوارع بالمحافظة. نحن كنا عم نرصد بعض هي الأعمال والمتواجدة بساحة الأمويين. خلفي تقريبا رح يتم إنجاز الزراعة، وبعدها رح ينطلقوا للمحاور الأخرى من أجل إتمام العملية. نرجع بنقول أنه طبعا السوريين عبروا بكل الطرق عن فرحتهم بإنجاز الاستحقاق الدستوري بمختلف الطرق، عن انتصار القرار الشعبي وفوز الدكتور بشار الأسد. هي كانت الأجواء. رح أترك الكاميرا معكم قليلا تنجز، خلينا نشوف الإنجاز على أرض الواقع. ما في أجمل من الزراعة، ما في أجمل دائما من البناء والأعمار. دائما الاستثمار بالإنسان، الاستثمار بالأرض هو العمل، هو الغاية الأسمى اللي ترتقي فيها الشعوب. سالي وميسان، وأكيد ما في أجمل من ساحة الأمويين اللي كانت شاهدة على أفراح السوريين قبل بداية الانتخابات وبعد الانتخابات. شفنا الأفراح فيها، ويمكن سالي كنتي أنت معانا على الهواء مباشرة، نقلتي لنا مشاهد كثيرة من الفرح وكلمات الناس بهي الساحة تماما. نعم سلمى، لهيك حبوا يبلشوا منها لأنه يعني هي أصبحت هي الساحة رمز لكل السوريين. يعني سلمى بدنا نتشكرك، وأيضا بدنا نقول مباركة هذه الأيادي التي تبني والتي تزرع، انطلاقا من الشعار الأمل بالعمل. أكيد دائما بالأمل وبالعمل تبنى الأوطان. شكرا كثير لك يا سلمى، ويعطي العافية الشباب كلها يلي طبعا دائما تسعى لأنه تعطي الصورة الحقيقية للشام، لسوريا كافة، لكل شبر بسوريا. سوريا